أول سبب من أسباب إجابة الدعاء ألا تستعجل وأن تصبر وأن تظل تدعو سنين طويلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل. قالوا: كيف أتعجل يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت بقال سنين طويلة بدعو ولم أرى يستجب لي، فيستحسر يمل وييأس فيترك الدعاء. وفي الحديث الصحيح: إن الله لا يمل حتى تملوا. مش الملل بتاعنا معاذ الله، لا، لا ينقطع الله عز وجل عن إجابة دعائك إلا إذا تركت الدعاء، لا يحقق الله لك ما تتمنى إلا إذا تركت الدعاء واستسلمت. إن الله يحب الملحين. يقولون: من أدمن الطرق ولج دخل. لو ظلت تطرق على الباب كثيرا كثيرا ستدخل. مع البشر إذا أنت قعدت تلح عليه يمل منك. الناس لا يحبون الإلحاح. الله عز وجل عكس هذا الأمر، يحب الإلحاح. إذا ألحح فالله يحبه ويجيبك. أنت عند الناس لو تذللت لهم يهينونك، عند الله إذا تذللت له أعزك. إذا لا تتعجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. أول حاجة يستجيب له، ثانيا يصرف عنه من الأذى بمقدار ما دعا، ثالثا يدخر له أجرا في الآخرة. إذن أنت رابح على كل حال. إما يجاب دعائك أو يصرف الله عنك بلايا كانت ستنزل بك لكنك دعوت فصرفها عنك. تدعو: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، وتظل تدعو وانت لسه فقير زي ما انت، لكن ما انتش واخد بالك انك كنت هتفتقر اكتر، كنت ستصاب بمرض وتلف تشحت من الناس علشان تعالج نفسك. صرف الله عنك سوءا واذى بقدر ما دعوا. ثالث حاجة يدخر لك اجرا في الاخرة بكل دعوة دعوتها لم يستجبها الله لك. اخلص في دعائك، اصدق في دعائك مع الله، تذلل إلى الله سبحانه وتعالى، تضرع إلى الله. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. تضرع في الدعاء. إذا تضرعت وصدقت مع الله أجاب الله دعائك. هل تتخيل أن الكافر إذا دعا الله صادقا أجاب الله دعاءه؟ واحد كافر مشرك بالله سبحانه وتعالى إذا صدق مع الله أجاب الله دعاء، يعبد من دون الله صنما، لكن إذا دعا صادقا أجاب الله دعاء. أيقن الناس بالهلاك. ماذا عملوا؟ دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ونجاهم الله.